العام السابق للجامعة الملكية المغربية لرياضة الجامعة. الحمد لله اليوم التأم الجمع العام العادي بعد تأجيله لمدة، وخلال هذا الجمع الحمد لله بس في أجواء طيبة تمت المصادقة على التقرير الأدبيين والماليين ديال الموسمين 2016-2017 و2017-2018. ثم بعد ذلك انتقل الجمع إلى الجمع عام من غير عادي لملائمة قوانين الجامعة مع التشريعات الجديدة. طبعا الحال كانت واحد المناقشة اللي غنية واللي طرات يعني هذا المخطط المستقبلي، وتمت على إثر ذلك المسابقة على القوانين الجديدة على اللي هي كتلائم مع القانون 3-9. حنا الآن ندخلوا مرحلة جديدة بعد ما كتخرج الأخت نساء بدوان الرئيسة السابقة، ومرحلة جديدة مع الأستاذة فاطمة الفقير، هي كذلك من الشخصيات الرياضية المرموقة على الساحة الوطني من البطلات السابقات، وكذلك لها باع ولها كذلك تكوين أكاديمي جد راقي، وإن شاء الله الجامعة ما تمشي في واحد الجو اللي هو يعني جديد، ولكنه جو ان شاء الله غادي يكون فيه استمراريه الماضي واستشراف للمستقبل. الاخوان اللي طلعوا مع الاستاذه فاطمه الفقير في المكتب كذلك تجدوا لازم ديالهم على انهم سيكونوا في المستوى، وان شاء الله الجامعه توصل لتحقيق الاهداف التي بنيت عليها من الاول. برنامج عمل الآن في الفترة الحالية، البرنامج وهو أولا الانسجام مع القوانين الجديدة، دفع الجمعيات إلى الانخراط وملائمة قوانينها وملفاتها مع القوانين الجديدة، ثم التفكير في مخطط عمل تقني بالنسبة للموسم، خاصة بالنسبة للموسم المقبل، لأن الآن حنا على مشارف انتهاء الموسم الحالي. أعتقد أنه عندنا الوقت الكافي باش أننا موسم 2019-2020 ندخلوا بنفس جديد وببرامج جديدة إن شاء الله.